صباح الخيرات. عن جديد عالم الفن باختلاف نوعه بيخلق بالفطرة مثل ما بنعرف مع أي شخص وبيعيش جواته، وما في زمان أو مكان بيقيد ظهوره وإتقانه طول ما في سعي من هذا الشخص تجاه التميز بالشيء اللي عنده إياه. 100% يا مشلين. ضمن فقرتنا لليوم رح نتعرف على فنان تشكيلي حبه وشغفه لهذا العالم دفعه للدراسة الأكاديمية بعمر 60 سنة بمركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية، وتخرج من حوالي 4 سنوات بدرجة امتياز وممتاز وبعلامة كانت الأعلى بتاريخ المركز. ضيفنا الفنان محمد زرزور صار معنا بالاستديو لنتعرف أكثر عليه وعن احترافه أكاديمياً بعمر قد يكون متأخر نوعاً ما. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. بيسعد صباحك أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. يعني اللي بيسمع المقدمة بيقول بعمر 60 لحتى بلشت بالدراسة الأكاديمية. نعم. بس فعلياً محمد الصغير كان بيرسم أو لا؟ حتى حالياً محمد الصغير موجود الأستاذ. نعم. اللي هو عطى الدافع والشغف لأني استمر، وبعمر 60 ما توانيت عن أني تابع وكمل أكاديمياً، يعني أدرس الفن أكاديمياً لحتى أصل لإرضاء ذاتي للنتيجة اللي بترضيك. نعم تمام. والتعرف على مدارس مختلفة من الفن التشكيلي، يعني في ناس مثل ما ذكرت حضرتك تحت الهواء كنا عم ندردش معك قلت لنا بعمر 3 سنين كنت ترسم. نعم. ولكن من فترة يمكن 8 سنين لبلشت دراسة أكاديمية. صحيح. شو اللي اختلف بالفنان محمد زرزور اللي ما كان دارس أكاديميا ومن بعد التخرج من المعهد؟ شو اللي فرق بمنتوجاته الفنية؟ هلأ الدراسة الأكاديمية بتحس حالك كأنه هلأ ولدت من جديد، تنفتح لك آفاق وعلوم وأساليب وتقنيات جديدة ما كنت أنت ممكن تتعرف عليها. يعني التجربة الشخصية كلها ما حتى العمر الطويل، يعني هذا كله ما كانت التجربة الشخصية ممكن تعطيك هالخبرات هاي وتسقل موهبتك وتوصلك للنتيجة اللي بترضيك أنت. تمام. وتكون أنت راضي عن العمل إلا بهالدراسة هاي. تمام. فأنا حققتها من خلال. طب أنا هون في سؤال، أنت لما بلشت حضرتك أستاذ دراسة أكاديمية، نعم، لقيت إنه محمد زرزور كان عم يطبق بعض الشغلات الأكاديمية ولكن دون أن يسميها، دون إنه يعرف إنه هاي المدرسة الفلانية هي الريشة اللي كانت تتبع لهذا الفنان، يعني كنت عم تطبق شيء بلوحاتك هو من مدارس ولكن دون أن تدرك؟ أكيد طبعاً. يعني هو بالنتيجة كل المدارس هي عبارة عن محصلة خبرات سقلت مع بالتجارب، لكن هي خبرات فطرية بالأساس. أكيد. انحطت بقوالب أكاديمية لحتى تحسن توصل لك اياها وتكون مدرسة اسمها. تمام. مدرسة. وسميت بأسماء حتى تحسن معينة توصلها للناس. صارت ممنهجة بشكل انه حلو. تحسن تتصل للمتلقي للدارس. الدارس نعم. تمام. توصله بأقرب طريقة او أقرب طريق يعني. تمام. خلينا شوي نحكي عن مشروع التخرج اللي عملته اللي كان فيه له الكثير من الصدى الجميل وأعلى علامة بتاريخ المعهد. نعم. شو كان المشروع يلي عملته؟ هلا أنا في لي شغف، يعني أنا بحب كتير المهن إجمالا كل المهن. واضح من اللوحات يلي هلا موجودة عنا بالاستوديو. نعم. يلي عم نستعرضها أكيد على الشاشة ورح نحكي. نعم. عنهم وحدة وحدة. تفضل. أنا يعني من صغري بحب، يعني بتذكر أنا كنت صف أول، يعني عمري 6 سنين عاد ساويت سيارة من خشب ودوليب وهيك شغلات، فكنت عندي شغف إني أتعلم مهن كثير مهن يعني. فهلا حاليا أنا الحمد لله تقريبا بتقن كل المهن اليدوية. حلو. بشكل غير احترافي. في ناس رب العالمين عطاهم إبداع بإيديهم بأناملهم. يعني مثل ما عم نشوف بلوحاتك حتى، وأنت أكدت حضرتك أستاذ على هالموضوع، اللوحة اللي موجودة وراك مثلا هي النحاس. نعم. اللي عم يشتغل بالنحاس أو طرق النحاس، وإذا مشينا بالشام القديمة أو حلب القديمة في
في سوق النحاسين اللي بنشوف فيه هاي المهنة العريقة السورية. صحيح. في هون كمان معنا النول. نعم. النول اليدوي كمان. صحيح. هاي اللوحة جدا غنية بالألوان. ففعلا فرغت يمكن حبك للمهن الدمشقية أو المهن السورية. نعم. بلوحاتك. كيف تستوحي الفكرة؟ يعني إذا بدك ترسم مهن سوريا يمكن بدك سنين لتخلص هذا الرسم، ولكن ليش اخترت هاي اللوحات؟ هلأ هو كان مشروع يعني محدد بالوقت ومقيد يعني بالوقت واللي فكان أنا حلمي أنه أرسم كل المهن، لكن هذا الشيء يعني كان بده وقت كبير، صعب شوي وبده شغل وتعب كبير. ليش؟ لأنه أنا كنت يعني حلمي أني وثق هالمهن هاي اللي صارت أولا هي المهن اللي بتتميز فيها دمشق والحرف اللي بتتميز فيها يعني الشام ومصنوعاتها يعني الحرفية والش اسمه. فكنت حابب أنا وثقها وكرس وجودها يعني لأنه عم تقل وعم تتلاشى. تمام. فهذا يعني إنه شيء بحز بنفسي، فحبيت إني وثقها أنا لحتى تستمر يعني حتى على الأقل بالذاكرة يعني. تماما. نعم. أستاذ محمد، من أول ما دخلت اللوحات على الاستوديو كنت عم قلها لورد تطلع على تعبير الوجه وخاصة باللوحة اللي وراي قديش التعبير حقيقية، ولا بالكنترول كانوا عم يعلقوا نفس التعليق قديش الوجه حقيقي وكأنك أخذها من صورة. نعم. لشخص معين. ما جربت ترسم بورتري أو تتوجه للبورتري أكثر؟ هلا انا في لي يعني لوحات فقط بورتري يعني الحل، لكن هو يعني البورتري يعني ما حسيت حالي فيه. يعني انا عم ساوي عمل شبه متكامل بي عم اقدم فيه رساله اللي هي عم اقدم فيه حرفه كرس وجودها او عرف الناس عليها وخلد هالعمل هذا او خلد هالحرفه بعمل. فالبورتري هو عدم مؤاخذه يعني بتحسه انه هو نسخ مثلا عن لا مو صورة نسخ حقيقية. يعني هو عمل خاص جدا. ومعلش قول شغله، شو بتقولوا حضراتكم الفنانين الاساتذه عن البورتري؟ ما بعرف اذا بتصلح لي المعلومه، بتقولوا اي حدا ممكن يعمله؟ يعني لا. اي حدا ممكن يرسم بورتري بسهوله، بس انه يعطيك فكره عامه يعني يقعد قدامه حدا ينسخه مثل ما قالت نشلين هي ألف باء الرسم، ولكن إنه مثلاً أنا هذا الباب اللي شفته. نعم. بهاي اللوحة لفتت نظري بين كل اللوحات كلهم جميلات وحلوات، ولكن شو قصتها؟ حابب أعرف قصة اللوحة هاي الباب. الباب هو اختبار لقدرات أنا ما كنت أمتلكها. هي أولاً العمل بالسكين وعمل شبه عكسي، يعني أنت بدك تشكل اللوحة بالمعجون بدون رسم. بعد ما شكلتها بالمعجون بدك ترسم فوق المعجون وتنزل اللون، صارت ثلاثية أبعاد. فهي عمل صار يعني شبه عكسي، صعب جدا يعني. تمام. فأنا حبيت إنه ساوي شيء يعني شبه مختلف يعني. عين الفنان سبحان الله المبدع دائما بتشوف الشغلات بعكس ما نحن بنشوفها أحيانا. يمكن كل حدا بيروح على المعرض بوقف جنب لوحة بتهيئ له أو بتخيل إنه شو القصة يلي من وراء اللوحة بيطلع بالأخير. نعم. شيء مختلف تماماً وقت يتحدث عنه صاحب اللوحة. عملت شيء معرض فردي أو حابب إنك تعمل هيك شيء؟ أي أكيد بتمنى، لكن يعني المعرض الفردي بده إنتاج بده عدد لوحات كثيرة كبير وكم هائل يعني لحتى تحسني تقولي أنا بدي ساوي معرض فردي. أنا يعني قضيت 60 سنة وأنا مغمور بالأعمال يعني اللي عم طعميني خبز يعني. هذا ما أخذ. فهلأ إجي أنا كرس كل وقتي للفن موضوع صعب شوي. فلذلك ما عم بحسن أن يكون أنا يعني ما عندي الوقت الكافي لأني أنتج الكم الكبير لساوي معرض فردي. يعني انا وزملائي عم نسوي معارض جماعيه. تمام. يعني وبتتميز لوحاتك اكيد بهالمعارض الجماعيه. عندي طمع اشوف اللوحات الموجوده قدامنا. ايه تفضل استاذ، فينا مثلا نستعرضهم شوي او اذا بتحب ساعدك فيهم. هلا انا قبل ما شو يعني فرجيك هدول اذا بتسمح لي اشرح لك عن هاللوحه هي بالذات. ايه. هلا اللوحه هي يعني
شيء بقصد فيه انا انه الفنان كل فنان ممكن يشتغل على حاله يعمل نسخ يعني يعمل شيء اي حدا ممكن يساويه، لكن الفنان بده يعمل بصمه بيساوي شيء ما حدا سبقه له. صح. يعني الفكره انه انا لازم ساوي شيء تنظر له انت تحس في عبره كبيره تماما، في شغل يعني في مو عباره عن نسخ او صوره حقيقيه. هذا يعني عدم مؤاخذه البورتري او العمل اللي وراكم هنيك هذا عمل تبع النساج، هذا عمل شو اسمه يعني واقعي، لكن هون انت صار في تعبير ورمز. فهذا العمل انا يعني اخذته استوحيته من الازمه، انه كان اكثر حدا عليه الضغط بالازمه ووقع عليه الجور وتلقى الازمات والاعباء وعاش معنا، عاش المعاناة هي المرأة. فحبيت جسد المرأة انه هي كانت الرافعة، اللي رفع الرجل اللي هو المقاتل والابن والزوج. هو صحيح المنتج هي، لكن أفا مرأة صحيح حملته حتى هو شبه ميت لحتى رفعته. هي فيها تضج بالحياة وهو منتهي عم تعطيه حياة. قديش نحن سعيدين بلقائك اليوم استاذ محمد، وعن جد هي يعني عبره لكل الاشخاص اللي عم يشوفونا، انه وقت يكون عندنا طموح العمر ما بيخلينا نحن ما نحقق هذا الطموح، ولا المكان ولا الزمان بيقدروا يتغلبوا علينا وقت يكون عندنا هاي الاراده والتصميم لحتى نحن نعمل شيء. بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا لليوم، يسعد صباحك. شكرا كثير لك يا استاذ، واللوحات حنشوفهم على السوشيال ميديا من بعد ما نختم الفقره إن شاء الله مع حضرتك. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. شكرا كثير لكم. بيقولوا أنه بعلم التربية تربية الأطفال لازم تنطلق من مبدأ الحب والحنان المقترن بالحزم والشدة إن لزم، وهذا الموضوع بيخلي الأطفال ينشأوا بشكل أكثر نجاحاً بحياتهم المستقبلية. أكيد ورد، لأنه تعليم الأطفال مفهوم الانضباط من منظور الحب بيساعدهم على تحقيق كامل طاقاتهم من دون الحاجة لاستخدام أساليب التربية القمعية الخاطئة. تفاصيل أكثر عن مفعول السحري لكلمة بحبك للطفل بهالتقرير.